النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، الذي يتم إنتاجه في الجسم كجزء من عملية تحليل البيورين، وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في الجسم وفي أنواع معينة من الأغذية. وتراكم حمض اليوريك في المفاصل يمكن أن يسبب التهاب المفاصل المؤلم وحصى الكلى وانسداد أنابيب التصفية في الكلى، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي. أعراض مرض النقرس: تتميز نوبات النقرس بأنها حادة وفجائية، تتبعها حرارة وتورم وتلون مائل إلى الأحمر، والمفصل الصغير في قاعدة إصبع القدم الكبير هو الموقع الأكثر شيوعا للنوبات، وتشمل المفاصل الأخرى التي يمكن أن تتأثر: الكاحلين والركبتين والرسغين والأصابع والمرفقين. لدى بعض الأشخاص يكون الألم حادا وقويا لدرجة أن لمس أخمص القدمين لأي شيء يؤدي إلى ألم شديد. عادة ما تهدأ هذه النوبات المؤلمة خلال ساعات إلى أيام، في حالات نادرة يمكن أن تستمر لأسابيع. ومعظم الأشخاص الذين يعانون من النقرس سوف يواجهون نوبات متكررة على مر السنين. من هي الفئات المعرضة للإصابة بالنقرس؟ النقرس أكثر شيوعا لدى الرجال من النساء، وتزداد احتمالات الإصابة بالنقرس مع تقدم في السن، إذ تصل إلى ذروتها في سن 75 عاما. وبالنسبة للنساء تحدث نوبات النقرس كل فترة على مدار أشهر العام. تشخيص النقرس: يتم عادة تشخيص النقرس من خلال تقارير المريض حول التعرض المتكرر لنوبات من التهاب المفاصل المؤلم، وخاصة في قاعدة أصابع القدم أو في الكاحلين والركبتين. الاختبار الأكثر موثوقية لتشخيص مرض النقرس هو فحص السائل الزلالي في المفاصل، والذي يكتشف بلورات حمض اليوريك في السائل التي تم الحصول عليه من المريض. يتم تنفيذ هذا الإجراء مع تخدير موضعي باستخدام تقنية معقمة. يتم سحب السائل من المفصل الملتهب بمساعدة المحقن والإبر، ويمكن أيضا إجراء فحص دم للتشخيص. عوامل الخطر لمرض النقرس: السمنة والوزن المفرط والإكثار من الكحول وارتفاع ضغط الدم ووظائف الكلى الغير طبيعية هي من بين عوامل الخطر لتطوير النقرس، وبعض الأدوية والأمراض يمكن أيضا أن تسبب ارتفاع في مستويات حمض اليوريك. كيف نقلل من نوبات النقرس؟ الحفاظ على كميات كافية من السوائل يساعد على منع نوبات النقرس الحادة، ويقلل من خطر تكوين حصى الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض النقرس. ومن المعروف أن الكحول لها تأثير مضر للبول، ويمكن أن تساهم في الجفاف وتسرع حدوث نوبات النقرس الحاد. التغيير في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في التقليل من مستويات حمض اليوريك في الدم من خلال تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين التي تشمل المحار واللحوم مثل الكبد والمخ والكلى. وأفاد الباحثون أن تناول اللحوم والمأكولات البحرية يزيد من خطر نوبات النقرس، في حين أن تناول الألبان يحد من هذه المخاطر. تخفيف الوزن يمكن أن يقلل أيضا من خطر النوبات المتكررة للنقرس. علاج النقرس بالأدوية: بعض الأدوية تقلل من الألم والالتهاب في نوبات النقرس مثل الأدوية المضادة للالتهابات كالكولشيسين والسترويدات القشرية، وتتوفر أدوية أخرى تقلل من مستوى حمض اليوريك في الدم وتمنع تراكمه في المفاصل والكلى وفي الأنسجة، مما يساعد على منع المزيد من النوبات والمضاعفات. ماذا يخبئ المستقبل لمرضى النقرس؟ لا تزال الأبحاث مستمرة في مجالات متنوعة ذات صلة بمرض النقرس وفرط حمض يوريك الدم. وقد وجد العلماء أن نسبة عالية من البروتين الحيواني تزيد قليلا من خطر الإصابة بمرض النقرس. هناك محاولات لتطوير أدوية جديدة قد تكون أكثر فاعلية وآمنة في علاج مستويات حمض اليوريك المرتفعة لدى المرضى الذين يعانون من مرض النقرس المزمن.